مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. واحنا في نقل حي ومباشر على تلفزيون دولة الكويت، وكما ورد قبل قليل نتابع، كنا من قبل المسجد الكبير توافد المعزين لأسر الشهداء الذين قضوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق. هذا التوافد الذي نلاحظه على الشاشة من قبل مواطنين دول الخليج وأشقائهم من دول الخليج يمثل اللحمة الوطنية، التعاون، الكتف واليد الواحدة لمواطنين دولة الكويت وأشقائهم. كما نلاحظ على الشاشة السيد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وأيضا وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح يستقبلون المعزين. بأمانة الكويتيين كلهم ما زالوا متأثرين بهذا الاستهداف الذي كان على مسجد الإمام الصادق. جميع المواطنين والمقيمين وجميع المذاهب والأديان قاعدة تتوافد لتقديم واجب العزاء. يوما بعد يوم نلاحظ الازدياد وتوافد عدد المواطنين والمقيمين وجميع الأطياف في دولة الكويت، وهناك أيضا يعني المجتمعات من الخارج تعنوا لحضور وتقديم واجب العزاء. هذا العمل الإرهابي لا يمثل الدين الإسلامي، لأن الإرهاب لا دين له. والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق جاءت نتائجه على عكس ما خطط له الإرهابيون. اصطف الكويتيون وقدموا أروع صور للعالم في التضامن والوحدة الوطنية. إرهاب جاهل بأصول الدين الحنيف تجرد من الإنسانية، ظنا منه أنه بهذا العمل الخبيث يستطيع أن يفكك الوحدة الوطنية. لكن أبناء الكويت برهنوا للجميع أنهم أبناء لحمة واحدة يدينون بالولاء للوطن والأمير وأسرة آل الصباح الكريمة. لن ينال أي إرهاب كان من عزيمة هذا الشعب الآبي الذي يعرف تماما معنى الغدر ومعنى الوفاء للوطن، وهذه الأرض تعرف أبنائها. وقت المحن فكلنا مسلمون وكلنا إخوة في الدين وشركاء الوطن. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى، وينضم إلينا أو تنضم إلينا الآن في الاستوديو المحامية أريج حمادة في المحكمة الدستورية والتمييز. مساك الله بالخير أستاذة أريج. مساء النور، هلا فيك. بداية، يعني كيف تفسرين دلالات هذه العزاء والإقبال الواضح عبر الشاشة الآن في المسجد الكبير؟ أول شيء طبعا احنا فاجعة اللي حصل بالنسبة لنا كمجتمع كويتي. دولة مسالمة طيبة، مو متعودين على الأجواء هذه. وأعزي أهالي الشهداء والكويت، الشعب الكويتي كله وسمو الأمير. يعني الكلمة مي قادرة تطلع من الموقف اللي إحنا شفناه، بس الحمد لله ردة الفعل كانت وايد حلوة، ردة الفعل قوية. هذا العدد الكبير صفعة في وجه أي حد يبي يحاول يثير أي فتن طائفية أو يبي يهز كيان الدولة ويلعب ويعبث في استقرارها وأمنها. فهذا الأمر يعني بحد ذاته، العدد الكبير اللي شفناه في العزاء، العدد الكبير اللي شفناه في الجنازة، هذا يندل فإنما يدل على شعب شجاع ما خاف ولا همته الانفجار اللي حصل. شوفي، حتى عندنا حتى أميرنا صاحب السمو الله يعطي الصحة والعافية، أميرنا شجاع لما نيح خلال بعد نص ساعة من الحادثة يروح بدون أي حماية، وهالعدد الكبير المهول اللي كانوا موجودين، وكان في إمكان احتمال يكون في شيء ملغم، يمكن يكون في انفجار ثاني، بس ما همه. الكلمة اللي قالت على طول شنو؟ هذول عيالي. فهذا وجوده بالمكان هذا بحد ذاته صفعة لمن يحاول أن يعبث في أمن البلد.
احنا لو واضح عندنا عبر الشاشة، في ايضا امس عبر الشوارع في الكويت يعني قاعد نشوف العلامات الكبيرة في الشوارع مؤثرة. يعني مؤثرة جدا، كاهي واضحة على الهواء، شلون واضحة كلمة الأميرة هذول الله يحفظها، عيالي. هذول عيالي جدا أثرت وقربت يعني على كثر مهما قراب أهل الكويت وعيالها من حضرة صاحب السمو الله يحفظه، هذه الكلمة أثرت وقربتهم زيادة، يعني ما في شيء يهز أمن البلد، الحمد ما لله. في شيء يزعزع من أمان هذا البلد، ولا راح يعني يقدرون مثل ما علينا إن شاء الله. تفضلتي إن شاء الله، يعني مثل ما تفضلتي يعني دولة الكويت بلد الأمان، بلد الحرية، بلد الخير، يعني هذا المكان الصغير يعج بكثير من المعاني. ومن هالأعمال الخيرية طبعا اللي قاعدة تصير، من اللي تطلع من الكويت إلى الدول، هذه بحد ذاتها ترى كم دولة الحين وكم فقير قاعد يدعي للكويت ويدعي للشعب الكويتي، عشان كذي الله حافظنا. يعني مرينا بأكثر من أزمة، بعد كل أزمة قاعد نشوف تلاحم قوي للشعب الكويتي، فإحنا يعني متميزين بهالشيء إن بعد الأزمات قاعدين نتلاحم أكثر. هي في شغلة أستاذ أريج يعني أنا لاحظتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البعض يعني ينتقد دولة الكويت، يقول يعني تبالغون بردة الفعل والعواطف الجياشة اللي قاعد لأننا مو نشوفها، متعودين. ولكن أنا قاعد أقول من فقد وطن يعني يحس بقيمته وشيء اللي صار مو شوية، لا أنا يعني ما ألومهم لأنهم مو متعودين. طبعا هذيل اللي قاعدين ينتقدونا لما يصير في مشكلة تلاقين الفوضى تعم نعم بلدهم، لكن إحنا لما صارت شفنا وحدة وطنية مو طبيعية، شيء يعني يقشعر فيه. طبعا وهذا الشيء ترى ننحسد عليه لما يحسدونا، أكيد بيقولون كذي. في بعضهم شافوها من ناحية سلبية ان دراما الشعب الخليجي الكويتي قاعد يسوي، بس في ناس ثانية قاعدين يقولون ان الشعب الكويتي اعطى دروس للعالم نعم في الوحدة الوطنية. اللي حصل مو شوية، واللي حصل بالنسبة لنا كوننا شعب مثل ما قلت لك مسالم، مو نعم متعودين على اجواء الانفجارات، فردت فعلنا كانت الحمد لله قوية. نعم والكويت قوية إن شاء الله. الكويت حتى قوية. الحين لما تشوفين هذا العزاء، رئيس مجلس الأمة والشيخ سلمان والوزراء، ترى هم بإمكانهم مجرد يجون العزاء يسلمون ويعزون يمشون. يقعدون شوية ويمشون، لكن وقفتهم من أول من تقريبا من الساعة 8:30 أو 9 نعم متواصل للساعة 12 بالليل، هذا بحد ذاته ننحسد عليه. هذا شيء صراحة يعني يعطيهم ألف عافية وكثر الله ألف خيرهم، أعطوا مثال إن إحنا كلنا واحد، وإن مجلس الأمة فعلا يمثل الشعب الكويتي، لأن هذا التصرف مو متعودين عليه متواصل لمدة 3 أيام. كذلك الوزراء والشيوخ لما يكون موجودين، سمو الأمير ولي العهد الله يعطيهم الصحة والعافية، مثل ما قلت لك يعني ريال بسنه بصحته، تصرف يعتبر سابقة على هذا مستوى كله العالم. يعني قيمة ورسالة واضحة جدا بأن يعني شعب دولة الكويت كله إيدهم بإيد بعض. الحمد لله. الحمد لله، يعني الله يديم علينا هذه الوحدة آمين يا رب. والوطنية. آمين. يعني الرسالة يعني اللي بعث فيها يعني مثل ما تفضلتي حضرة يعني صاحب السمو أمير البلاد بتواجده في الموقع فور حدوث يعني هذا الهجوم، مثل ما تفضلتي ان رساله كبيره يعني بوجوده ومخاطرته، يعني كونه هو حضره صاحب السمو بوجوده في هذا المكان فور وقوع الجريمه، يعني الرساله التي برايك تفسرينها لوجوده على طول في مكان الحادث رغم خطوره الموقف. يعني هذا مثل ما قلت لك، اولا هي صفعه في وجه اي شخص يبي يحاول، او اي منظمه او ايا كان يبي يحاول يهز كيان البلد. الشيء الثاني هذا بالعكس، اولا ثانيا هذه تعتبر سابقه ترى على مستوى العالم، يعني ما في حاكم نزل الانفجار بالسرعه هذه، هو اول مسؤول تواجد. حتى طريقه دخلته يعني تعابير وجهه لما تشوفينه شلون داش، تحسين فعلا الكلمه لما طلعت هذول عيالي طالعه من القلب، اثرت في الجميع وخذت تعاطف الكل. الحمد لله يا رب العالمين ان هذه ردود الافعال اللي صارت، يعني هذه نعمه من رب العالمين. ومثل ما قلت لك هذا الشيء الله حافظنا، لان البلد الكويت مو بلد انساني، قاعدين نوزع الخير خارج الكويت للدول الفقيره، هذه ترى كلها ادعيه قاعده تجينا، عشان كذي قاعد يحفظنا الحمد لله. طيب بعد ما احنا يعني بعد ما تنتهي ايام الحداد وفتره العزاء، برأيك شنو الخطوة اللي احنا لازم ناخذها نتخذها كأبناء
الوطن؟ الوعي. من أي ناحية؟ أول شيء لازم نستوعب أن اللي حاصل الحين مو سالفة، مو فتنة طائفية شيعة سنة، لا، الموضوع مو كذي. الموضوع أن إحنا مستهدفين كدولة، موقعنا الإقليمي في هناك أطماع لنا، وبعدين في منظمات، يعني أنت لما تتكلمين عن انفجار في 3 قارات، في الكويت وفي فرنسا وفي تونس، إذن هذه عملية منظمة في وراهم، يعني في 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 أيادي خبيثة قاعدة تشتغل بهالموضوع. فإحنا لازم يكون عندنا وعي إن لازم نعرف إن اللي قاعد يحصل غزو ثاني، أنا مسميته بالنسبة لي. فإحنا لازم نحسب حساب هالشيء، ما نعطي أي مجال لأي كان إنه يشق صفوفنا. لما تين تتكلمين عن الوعي، الوعي هذا شيء وايد أساسي. في ناس مع الأسف قاعدين يتكلمون من ناحية سلبية، والله الوزارة الفلانية قصرت بكذي، الوزارة الفلانية قصرت. هذا مو وقته، مو وقته نتكلم عن تقصير الحين. الحين لازم احنا كلنا نوحد صفوفنا ونكون خلف القيادة الحكيمة، وننطر لما نعدي الأزمة كساعة بعدين نتكلم عن القصور وين. الحين مو وقته، مو وقته كلش نتكلم والله هذا ليش ما مسكوه بسرعة، هني ليش ما صار كذي، هني ليش ما صار كذي. لا، الله يخليكم، يعني أتمنى هالشيء هذا كله نأجله بعدين. حتى بالنسبة للوعي الثالث، إن في التواصل الاجتماعي نقل الأخبار لازم نكون حذرين. الأخبار اللي تخص الداخلية ننطر بيان رسمي من الداخلية، غير كذي ما نفكر نتداولة. يعني شيء رسمي. احنا بما ان ذكرنا مواقع التواصل الاجتماعي، نحب نرحب فلسطيني انضمت الينا قبل قليل، مختصه في التواصل الاجتماعي، المهندسه منار الحشاش. نرحب فيك استاذه منار. يا هلا فيكم. بدايه، يعني شلون ممكن نحط حد للمتطرفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ اول شيء طبعا ابدي كلامي ان انا اعظم الاجر لنا جميعا، وخصوصا طبعا اهالي الشهداء بهذه الحادثة اللي هزتنا كلنا، ولازلنا يعني نحاول نحن نستوعب ما حصل وشنو الدروس اللي نستفيدها من اللي حصل. من أهم الشغلات، يعني ما أقدر ما أذكر التبعات، أو مثل ما ذكرت الأخت أريج قبل شوي، الحوادث حصلت في نفس اليوم في أكثر من مكان. إذا إحنا دائما بنكون نجلد ذاتنا، فهذا راح يكون أسهل حل بدون ما حتى ندور لنا حلول، راح يكون هو الحل السلبي. لكن إذا احنا بنقول إن في مثلا أمور ممكن إن احنا نقوم فيها ونحد من الإرهاب عن طريق العالم الرقمي، كانت الدول الأخرى تمكنت من هذا الشيء. وإذا في ناس ما تقتنع مثلا باللي يحصل في الدول العربية، ناخذ على سبيل المثال الحادثة اللي حصلت في فرنسا. يعني اللي قاعد أحاول أوصله بأن العالم الرقمي الآن أصبح هو الوحش، وهذه كلمة أنا ما أنساها. من قبل تقريبا 7 سنوات التقيت بالشخص اللي هو اخترع شبكة الويب، تيم برنيلي، اللي هو شخص من الأساس هو اللي كان وراء اختراع شبكة الإنترنت، وسألته، أو عفوا شبكة الويب، سألته إذا كان راضي وقتها عن المحتوى والمواد اللي قاعد تنشر على شبكة الويب، فكان جوابه واضح وسريع وثواني على طول جاوبني أن هذه قمة الفوضى. يعني كشخص اخترع شبكة الويب ما كان يتمنى بأن هالنوع من المحتوى يكون موجود. سألت على طول السؤال اللي وراء، متحسف، do you regret أنك انت اخترعت شبكة الويب؟ لا طبعا، نفس ما توقعت، إن لا، وإلا كان كل شخص اخترع لنا أداة في هذه الحياة تحسف. يعني اللي اخترع السيارة، اللي اخترع خل نروح على الأمور البدائية، السكين، المقص إلى آخره، دائما هذه أدوات هي عبارة عن أداة بحسب استخدامها. نعم. فبالتالي إذا احنا جينا اليوم ونقول إن شبكة التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي، احنا نكون قاعدين نظلم أنفسنا من خلال استخدام هذه الأدوات، لأن هو المستخدم اللي قاعد يظلم نفسه من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. ولا يمكن يكون في شبكة أو رقابة تعتبر 100% آمنة، أو شبكات آمنة بدون إساءة استخدام أو اختراق. طيب، يعني أستاذة منال، يعني إحنا قاعد نلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، في رسائل قاعد تبث فيها غلو، فيها تطرف، شو ممكن يتفادونها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟
طبعا يعني للاسف هذه من الشغلات اللي من كم سنه كنا نتداول فيها. يعني انا واحده من الناس اللي الكل كان يسالني من كم سنه، معقوله انت الحين مو اكتف اونلاين؟ معقوله انت مو اكتف على السوشيال ميديا؟ كان دائما جوابي بان الامر او البيئه لما تكون فوضى بدون وجود منظم، احنا ما نقول رقابه، احنا ما احنا مع الرقابه وتقييد الحريات وبالشكل اللي الناس تعتقده، احنا مع التنظيم. يعني تخيلي شارع ما في خطوط تنظم الحاره، ولا في خلنا نقول اتفاق على الأولوية في السير، انك اذا انت بتكون مستعجل تكون على حارة اليسار، اذا انت بتبطئ السرعة للحد المينيموم تكون على اليمين. هذه امور تنظيمية، احنا دائما نطالب بالتنظيم وليس التقييد. الان للأسف اللي قاعدين نشوفه ان هل في مجال ان احنا ننظم؟ طبعا في مجال، ولكن اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا للأسف في استخفاف في استخدام هذه الأداة، وعدم وعي بأن هذا أصبح مكان عام. يعني كون أن الشخص قاعد ممكن في غرفته مسكر الباب يعتقد بأنه قاعد يتكلم مثل ما يتكلم في المسج الأسماس حق أصدقائه أو الواتساب مثلا، مو مستوعب بأن هذا خارج نطاق المكان المغلق. يعني حتى غرف الدردشة بالواتساب هي تعتبر مكان خاص بينه وبين اللي موجودين معه، لكن في السوشيال ميديا هو مكان عام مفتوح مجرم. للأسف الناس للحين مو بادية تربط ما بين حقيقة هذا الواقع، لكن اللي يطمن خلال السنة هذه والسنة اللي فاتت، ما نبي نقول بسبب كثرة التقاضي اللي حصل أو كثرة القضايا اللي حصلت، ولكن هذه حقوق ناس اللي انغلط عليه من حقه أنه هو يعني يبرر أو ياخذ حقه. من الجهة الأخرى قاعد ينشر هذا الأمر الوعي ما بين الناس بخطورة هذا الشيء، وبالتالي قاعد يقنن وينظم. فإن شاء الله نتمنى أنه يكون في تنظيم يعني أكثر من كذي. ولهالسبب لابد أني أذكر هني مع احترامي لكل الآراء اللي هي مع أو عفوا اللي هي ضد التنظيم، ولكن احنا محتاجين تنظيم. يعني القانون الأخير اللي كان عليه نقاش وكان فيه ديبيت كبير جدل شديد على قانون الجرائم الإلكترونية، وقبل سبق اللي هو الجدال على قانون الإعلام الإلكتروني، لابد من وجود تنظيم. الآن هو مش مو قرآن اللي احنا نقول ان هذا القانون سليم 100% وما فيه عيوب، ولكن آن الأوان أن يفتح باب النقاش ويتم تبادل الآراء وتحسين القانون بدل ضربة ووأدة في مهدة قبل حتى لا يتم إقراره. فأتمنى الآن يعني الكل يستوعب أهمية وجود هذا النوع من التنظيم. ودائما أنا يعني أضرب المثل لما نكون في السيارة بالشارع، لو ما في أمور تنظمنا ولو ما في قوانين تنظمنا كان السيارات كلها تمشي اللي عكس السير. منو يقول أصلا عكس السير طالما أنه ما في أمور تنظم؟ أمس بعد أستاذة مرهم طلع هاشتاج في تويتر، أنا كنت بما أنش ما قلت لي مو مع وسائل التواصل الاجتماعي. لا أنا معاها طبعا وموجودة، يعني أنا أكون متواجدة لكن أراقب تراقبي. يعني أتابع، لابد بحكم الاختصاص لابد أني أنا أشوف شنو موجود. طبعا اكيد انا معك. يعني قاعد نشوف احنا امس طلع هاشتاج هذول عيالي، ويعني قاعد يحاولون يفعلونها كلنا واحد هذول عيالي. فامس هم على ابراج الكويت صار لهم كم يوم، نتمنى الشفاء العاجل حق الاخوه المصابين والمتضررين من هذا التفجير. على جميع على الابراج، لا بالذات اللي على الابراج وايد كانت بادره حلوه، اتمنى لهم الشفاء العاجل، وانها يعني مؤثرة كانت حيل. أنا بكمل على كلام أستاذة منار بالنسبة للقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. يمكن أنا بعد من أكثر الناس اللي عيست أطحن وأنا أقول لازم يكون عندنا قانون، كوني محامية قاعد تمر علي قضايا. يعني إحنا مشكلتنا كل شيء قام يتسيس، كل شيء يفكر فيه بالسياسة وقمع الحريات. زين والناس اللي قضاياهم قاعد تنحفظ والسبب ما في قانون، اللي قاعد يتعرض لابتزاز لتهديد؟ لما تجين تتكلمين عن واتساب، أنا شنو ذنبي؟ جيت عرض لي مسج، يندز لي مسج فيه تهديد وابتزاز، حالياً ما يعتبر جريمة حسب سلطة القاضي التقديرية. زين ليش أقعد أنا تحت رحمة اجتهادات القضاة؟ يصير عندنا قانون حالنا حال الدول المتطورة، كل الدول المتطورة والمتقدمة كلهم عندهم. لا والله، الدول اللي مو متقدمة عندهم، يعني دول مو متطورة تفاجأت عندهم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. يعني عدد قليل من الدول من ضمنها الكويت، مثل ما قالت هو مو قرآن، ما أطلب نسفة وما نبيه خلاص، لا في تعديلات عدلوا طالبوا بتعديله.
ولو اني انا قريت يعني الملاحظات على التعديلات ما شفت ان هي تستحق، يعني في بعضها غلط. لما اي اقول ان القانون هذا اعطى الدوله الحق في التجسس وانهم يدخلون على اجهزتي ويطلعون، عيست ادور، شكيت بعمري، وريته وايد ناس، قلت لهم تكفون طلعوا لي وين، وقمت اكتب اشكرها في التويتر الله يخليكم ساعدوني كتبوا لي الماده اللي مكتوب ان هذا القانون يعطي الحق للغير للدولة ان هي تتجسس على اجهزتي. ما في اصلا، حتى الداخلية راح يتعاقبون اذا تجسسوا بطريقة غير مشروعة، لان الطريق المشروع للداخلية انهم يدخلون على اجهزتنا هو باذن نيابة، بدون اذن نيابة ما يحق لهم. فكلام فاضي. والناس مع الاسف لما اقولش عن الوعي هني، هذا نوع من انواع الوعي المطلوب، اني ما اردد كلام غيري بدون ما ابحث، وهذا اللي قاعد يحصل. اللي نحتاجه شيء ثاني، مو بس قانون مكافحة جرائم الكترونية، احنا عندنا نقص في التشريعات، رغم ان اقليميا الوضع الارهاب قاعد يصير في كل الدول، في دول وايد حوالينا، العراق، سوريا، دول كثيره. ومع ذلك وندري كلنا ان الكويت مو بعيده عن العمليات الارهابيه ومهدده، ومع ذلك غريب ان ما عندنا قانون لمكافحه الارهاب. عندنا قانون لمكافحه غسيل الاموال وتجريم تمويل الارهاب، بس ما عندنا قانون لمكافحة الإرهاب وتجريمه. هذا اللي احنا نحتاجه، رغم انه في من فترة من سنوات صار في مطالبات انه يكون فيه، لكن ما ادري ليش نحط بالأدرج وما هذا. فنتمنى الحين من المجلس الحالي انه يكون جاد، لان حاليا معتمدين على قانون الجزاء، ومعتمدين على قانون امن الدولة، معتمدين على قانون المفرقعات، ومعتمدين على يعني القوانين اللي موجودة قاعدين ياخذون منها بعض النصوص. نعم استاذة منار، يعني وأن ذكرت استاذة أريج موضوع تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، هل تعتقدين أن آن الأوان أن يفعل هذا القانون فعليا؟ بالتأكيد، يعني وإلا ما كنا شفنا متضررين وما كنا شفنا إساءة استخدام. يعني أكرر مرة ثانية، للأسف الواحد ما وده أنه هو يكون همه وشغله الشاغل إيجاد قوانين وتشريعات إلى حد ما تضايق الناس. هو مو الغرض مضايقة الناس، هو وجود حماية منظم، نظام ينظم حدود التعامل ما بيني وما بين الأطراف الأخرى. بدون هذا النظام راح يكون الوضع فوضى. بالتالي احنا اليوم قاعدين نعاني الحين من، خلينا نقول يعني في راي اخر يقول يعني مو بس التكنولوجيا، يعني قبل التكنولوجيا ما كان في مخططات ارهابيه وتفجيرات؟ اكيد في، لكن هو يعتمد على اي زمن يتم استخدام وسائل التواصل اللي موجوده في هذا الزمن. احنا الان في عصر اصبح التواصل في أسهل، خلينا نقول إذا إحنا نبي نقارن على مر التاريخ، يعتبر الوقت الحالي هو أسهل وقت للتواصل ولتبادل المعلومات، اللي حتى قبل الإنسان يعيد النظر مرة ثانية ما يمدي حتى يعد للعشرة قبل ينشر أي معلومة توصل له. على طول الفورورد شغال، على طول الكوبي بيست شغال. عقب ما ينشر، لو تلاحظون الحين الناس قامت تنشر وترد تمسح، تنشر وترد تمسح. التسرع هذا بسبب وجود أدوات صارت سهلة. نعم. سهلة الاستخدام. فبالتالي قد نضطر ان احنا نستعجل في وضع تشريعات. والآن يعني خلينا نقول في قانون اللي هو مكافحة الجرائم الإلكترونية تم إقراره بمداولته الثانية من قبل مجلس الأمة، وحاليا هو قيد، خلينا نقول يعني راح يعتبر نافذ قريب جدا. هو الآن قيد الإجراء للصدور والنشر في الجريدة الرسمية من قبل الحكومة. فبالتالي احنا نتكلم عن فترة بسيطة يعني راح يكون القانون هذا نافذ. نتمنى يعني لما نكرر يعني مرة ثانية نفس ما قالت أختي أريج، هو المطلوب الوعي، مو احنا نخوف الناس. أنا واحدة من الناس اللي أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، قد أقع أنا في خطأ حالي حال الكل. فالمطلوب أن كلنا نكون واعين، كلنا نكون واعين أولا تجاه مسؤوليتنا الشخصية اللي أنشرها، هل هو يؤثر على الآخرين؟ إحنا في مجتمعات محافظة إلى حد ما، مهما حاولنا استيراد الأدوات مثل ما هي واستغلالها واستخدامها مثل ما هو، ما هو المطلوب؟ المطلوب أن إحنا نشوف شلون نطوع هذه الأدوات بحيث أنها تخدم مجتمعاتنا وتساهم تطويرها مو بهدمها. فبالتالي قبل لا يكون في عندنا قانون ينظم، المفروض حال يعني أنا دائما أقول لهم لما أنت تدخل مكان عام
شلون تتصرف وشلون تتكلم، ولما تكون في البيت او في مكان في ديوانيه بينك وبين ربعك اللي انت واثق فيه وشلون تتكلم. في فرق ما بين انك انت تتكلم في مكان عام وفي مكان خاص. احنا ما نختلف، انت هذا رايك صحيح تقوله في مكان اللي انت تراه، لكن لكل مقام مقال. نعم. يعني اذا كان في مكان عام صعب جدا ان احنا نقبل التجريح والمساس بالاخرين، صعب جدا ان احنا نعتبر هذا المكان مكاننا الشخصي وننشر اللي احنا نبي. شغله واحده بس حبيتني انا اقولها، يعني خلال هالفتره انا متاكده نعم في وايد كويتيين عندهم التواصل مع غير كويتيين خارج دولة الكويت. خلال اليومين اللي فاتوا كم الاستفسارات من أصدقائنا اللي هم خارج دولة الكويت من مختلف الجنسيات ومن مختلف الديانات، الكل كان يستفسر ويبي يعرف شنو صار، وعندهم المعلومة يعني في نفس اليوم خلال ساعتين الكل كان عارف بالخبر. اللي ممكن ان احنا يعني اذا احنا فعلا حابين نعكس صورة إيجابية عن بلدنا، الهاشتاجز اللي حاليا موجودة هي هاشتاجز باللغة العربية، يعني قد يكون الآن ملائم بأن احنا ننشر أحد الهاشتاجز أنها تكون باللغة الإنجليزية ونحط فيها الأمور اللي احنا نبي فعلا نوصلها كرسائل للعالم الآخر، لأن ما نبي يوصم ديننا دين العنف والتفجيرات والإرهاب. فهذه يعني إحدى الأمور اللي قد يكون استخدامها إيجابي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أرجع حق موضوع آخر أستاذة أريج، يعني وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني دعا إلى مواجهة الفكر التكفيري، برأيك كيف يمكن مواجهته؟ أهم شيء أنا يعني الحين من الأشياء اللي تفاجأنا فيها نشر صورة اللي أعتقد اللي مساعد اللي فجر نفسه إنه هو يعطي دورات تدريبية للأطفال. هذه يعني من الأشياء اللي تعتبر، يعني لما إذا واحد مثل هذا قاعد يعطي دورات تدريبية للأطفال شنو قايل لهم؟ هذا بروحه هو فكرة تكفيري. يعني شنو الفكرة التكفيري؟ إن أنت أي شخص يعتبر غير ما يفكر بطريقتي ويمشي معاي ويمشي بطريقتي بالإسلامية اللي هم المتشددة حيل يعتبرونه كافر أي أحد. فهني احنا هذا اللي يحتاج تشريع قوانين، مثل ما قلت لك يحتاج تشريع قوانين حتى على الدورات التدريبية. احنا لازم يكون اللي قاعد يحاضر لازم تكون هذا يكون عنده رخصة ومنظمة العملية، مو أي حد يعطي دورات. احنا حاليا ما في الرخصة حق الشركة اللي تقيم الدورة، بس ما عندنا رخص لمن يقيم الدورات. فنوعا ما هني هذه المرحلة شوية فيها فوضى، يعني لازم التدقيق قبل الإقرار أو اعتماد أحد يعطي هذه الدورات. إيه طبعاً، اللي يعطي الدورة لازم يكون مؤهل إنه يعطي، مو أي واحد يقول أنا بحاضر وبعطي دورة تدريبية. فهذا يعني الحين لما تشوفين الأطفال، يعني الحين إذا بتكلم إحنا اللي قاعدين نعاني منها، منو اللي تبنى العملية التفجيرية اللي حصلت هني؟ اللي هم تنظيم الدولة الإسلامية. من هم تنظيم الدولة الإسلامية؟ هذيل جايين أغلبهم من شقين من القاعدة في العراق وفي الشام. فسم أطلقوا عليهم من فترة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام واختصارها داعش. بعدها شالوا العراق والشام وسموها تنظيم الدولة الإسلامية على أساس أن خلاص صارت أطماع يبون يشملون عدد كبير من الدول. هذيلة بالنسبة لهم يستخدمون الأطفال من سن 9 سنوات، يبتدون يدربونهم على قطع رقبة العرايس والدمى. تخيلي قطع عرايسهم وما يستخدمونهم حق شنو؟ يستخدمونهم يدربونهم من سن 9 سنين. هذه كارثة، يعززون يعني الجريمة طبعاً في الطفل منذ صغره. أنا طبعا كارثة أكيد، عشان شي قاعد أقول لك أن هالدورات التدريبية لحق الأطفال لازم يكون في أشخاص مؤهلين، مو بس الأطفال بشكل عام اللي بيعطي الدورة التدريبية لازم يكون مؤهل، لازم أشوف السي في. أيضا بعد أستاذة أريج يعني نلاحظ الأعمار اللي قاعد تختار لتنفيذ هذا النوع من الهجمات دائما تكون في عمر صغير، يعني عمره بعد هو في عمر أنه يقاد ولا يقود طبعاً. سهل أنه ينغسل مخه. هم يبتدون قلت لك يبتدون منهم من 9 سنوات يأخذونهم، بعدين من 16 سنة 9 سنين يستخدمونهم يدربونهم التدريبات البسيطة، وفي بعضهم يستخدمونهم حق يأخذون منهم دم حق المجاهدين اللي يصير عندهم جروح. هذا حسب طبعا بحثي واطلاعي لوضعهم. وبالنسبة من سن 16 سنة يبتدون يدخلونهم معسكر تدريبي. فإذا هذا على ما يوصل سن 18 و20 خلاص مغسول مخه،
ولحظة حسب ما سمعنا أن في بعض اللي يمسكونهم اللي يفجرون نفسهم أو اللي يمسكونهم يكون فيهم مواد مخدرة ومادة الشبو. نعم. فهذا كله يأثر على عقله ويصير سهل السيطرة عليه. فهي إذا إحنا يعني هذه أنا أعتبرها حرب، حرب خفية، يمكن مو حرب دبابات ومثل ما إحنا اللي نعرفها. لذلك الشعب الكويتي لازم يكون متماسك وما نعطي مجال للإشاعات أن هي تسبب بلبلة في البلد. طيب هناك أيضا من يدعو يعني باعتماد مناهج بأن يعلمون أبنائها، يعني يعلمون أبنائنا الوسطية وإقرارها في المناهج، شلون تشوفين هذا الشيء؟ هذا المفروض من زمان، المناهج هذه من زمان، أو أي حد كذلك من الشخصيات المشهورة لما يطلع ويقول كلام في تكفير لشريحة معينة، في تطرف، هذا لازم ما يعني ما 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 أخليه يستمر بهالشيء، لازم نوقفه. والمناهج أكيد، وسمعنا تصريح لوزير التربية إنه راح يكون في تعديل للمناهج إنه تكون وسطية، لأن ديننا الإسلامي دين التسامح، إحنا ديننا مو دين التفجيرات والقتل والذبح. فهذا إذا كله عملية منظمة لتشويه الإسلام، هذا اللي قاعدين يسوونه. وشوفي وين قاعدين يسوونه، في المساجد يبون يخرعون الناس، ما يبونها تروح المسجد، يبون يكرهون حتى المسلمين في الإسلام. يعني حتى في أطفال وايد صغار ما يدروش السالفة، قاعد يقولون يكررون كلام إن إحنا شلون صدق اللي يدخل المسجد يموت. شوفي هذا الشيء، هذا نوع من الرعب، وهذا اللي لازم إحنا ما نسمح لهم إن هم يدخلون الرعب في قلوبنا. وأساسا ما قدروا، يعني الحمد لله ولا راح يقدرون. يعني استاذه منار، هل تؤيدين كلام استاذه اريج؟ انا يعني جتني فكره، ممكن نعزز هذا الشيء في وسائل التواصل الاجتماعي، اذا في يعني منظمين ويعني نمشي على مسار واحد بحمايه هذه الشبكه الكبيره اللي يعني ناس من جميع الاطياف من جميع ارجاء العالم قاعد يتواصلون. يعني مثل ما ذكرتي، يعني مو بس هو قاعد بغرفته وقاعد يكتب، هو كنا قاعد يتكلم للعالم كله. يعني من الاشياء هم بعد بسألك سؤال، هم بعد بالنسبة بما أن بندخل بالتكنولوجيا، أسئلة وايد بالتكنولوجيا. إيه لا بالنسبة، لأن شنو الحين بالنسبة لداعش، تدرين شنو اعتمادهم كبير على الجهاد الإلكتروني. بالضبط. نعم. تخيلي وقعدت تبعثي رسائل، يعني مواقع إلكترونية، فتتمنى هذا الموضوع يعني. بالضبط. يعني هو الإشكال بأن كان في أول شيء مقاومة في بداية ظهور شبكة الويب، في خلينا نقول بداية انتشارها، مو بداية ظهورها، بداية انتشارها بداية 2000، لما كنا نعزز فكرة ضرورة وجود السنسورشيب اللي هي الرقابة على المواد اللي يتم بثها من خلال شبكة الانترنت. أجين يعني أنا كنت دائما حتى وأكثر خلينا نقول مقاومة ضد هذه الفكرة أو رفض أو هجوم على هذه الفكرة كانت تجينا من دول الغرب، لما كنا نتكلم معهم إن إحنا مع تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت من حيث المواد. يعني مو معقول أن طفل بيده الآيباد أو بيده أي جهاز من الأجهزة الإلكترونية اللي تمكنه من الاطلاع على المواد اللي موجودة في العالم الرقمي، مو معقول أنه يكون بإمكانه في لحظة ما أنه هو يشوف مشهد فيديو مصور مثلا من المشاهد اللي حاليا قاعد تنتشر لقطع الرقاب. هذا على سبيل المثال. طبعا في ناس راحت تقول اوكي نسوي له ريبورت، نسوي له عشان ينشال من على شبكة الانترنت، صحيح، ولكن الضرر وقع طالما ان الطفل تعرض الى مواد مثل هذه. غير طبعا انا يعني وقتها ما كنا نعاني من المحتوى الارهابي مثل اليوم، ولكن المحتوى الغير مرغوب فيه هو غير مرغوب فيه بغض النظر عن الزمان. الآن إحنا قاعدين نشوف انتشار لاستخدام أدوات التكنولوجيا، بل هي الوسيلة الوحيدة لإيصال المعلومات من خلال الشبكات الإرهابية وغيرها. يعني مو بس الإرهابية، أنا دائما يحزنني لما أشوف مثلا الشبكات اللي هي تنظم النشاط، يعني خلينا نقول لا أخلاقي للأطفال، المتاجرة فيهم، تصويرهم إلى آخره. على فكرة حتى في لعبة في الأب، بالضبط، في الآيباد انتشرت شعار بالضبط. فهي الفكرة دائما، يعني أنا على الأقل أقول في الوقت الحالي المتاح لنا الآن أولياء الأمور، دائما أخاف إيدي على قلبي لما أدري أن الطفل بيده جهاز وشابك على الإنترنت، لا يشبك على الإنترنت بدون ما يكون في أحد معه، لأن المواد اللي قاعد يتم بثها
قد تكون مواد ما يتخيلها ولي الأمر، وفي أولياء أمور ما عندهم القدرة أصلاً بأنه هو يعرف شلون يراقب إلكترونياً، يعني شلون يحدد ويقنن الاستخدام. فبالتالي أنا دائماً أقول يعني إيش راح يصير بالطفل إذا أنت ما شبكت على الإنترنت؟ ما راح يصير شيء. نزل المواد اللي أنت تعتقد بأنها مواد تفيده، لكن لا تعطي إمكانية أنه هو يرتبط بشبكة الإنترنت. يعني كأنك تقول للطفل اطلع في الشارع وانت مو مجهزة، مو عارف من بيقابل، منو الناس اللي راح يشوفونه، منو الناس اللي راح يتكلم معاهم، ايش راح يقولون له بالضبط. هو بل أكبر من كذي الموضوع، وايد أكبر من كذي. لكن يعني للأسف يعني احنا اليوم في موقف لازم نكون صريحين مع نفسنا. أولياء الأمور يعيشون دائما اللي قاعد أواجههم، يعيشون خلينا نقول دبل ستاندردز، يعني عنده وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى على الأقل اللي قاعد أقابلهم في دولة الكويت، يعني وجهة النظر الأولى أنه هو من تين تبين تنظمين العمل هذا وتبدين تحطين له قيود، يبدأ ياخذها يسيس الموضوع الى امر سياسي، يشوف اللي يخصه، ان انا راح تحرموني اقول رايي في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن انت نسيت ان انت في نفس الوقت انت اب، عندك ابناء، عندك اخوان، عندك حرام في فبالتالي يهاجمون التنظيم اللي هو الغرض منه حمايه المواطنين عشان هدف واحد فقط، انه هو يبي يقول رايه. ما حد قال لك تقول رايك، ولكن قوله بطريقه مهذبه محترمة. ما تخدش حياه الاخرين ولا تسبب لنا، يعني انا شنو ذنبي ادخل في مكان وسائل مثلا التواصل الاجتماعي واسمع طريقه الالفاظ والمفردات المستخدمه خادشه؟ شنو ذنبي؟ شنو يعني اشاعات بالضبط. يعني انا شخصيا تعرضت من فتوني من اسبوع، يعني انا قانونيه، من حقي ومواطنه من حقي ابدي رايي بالقانون اللي انطرح. بس كتبت، قاعده اكتب رايي على البنود، ان ترى ما في كذي، ترى ما في، يعني ينشرون صوره قانون سنه 2006 ويقولون هذا القانون، شوفوا القانون بيقمع الحريات 2006 هذا. فانا كنت قاعده اكتب رايي، يدخلون لك على طول، اي انت قاعده تكتبين، يعني على طول وجهوا لي مجموعه من طيب يعني هناك استاذه يعني مطالب نيابيه لاقرار تشريعات كلها دور في المحافظه على الامن، ومنها على سبيل المثال يعني تمديد فتره التحقيق. نظرتش لهذا المطلب بما انك ذكرتي موقفك قبل قليل؟ هذا قاعد اقول لك، انا لما يطلعون الاشاعات على الناس، يعني هو مو بس ترى الحين احنا المرحله اللي احنا فيها، ما مو بس يطلعون على الشخصيات السياسيه، حتى المواطن اللي يبدي رايه يمارسون عليه الارهاب الفكري، يسكتونك بطريقه انه يطلعون عليك اشاعات ويمارسون سب وشتم وقذف عليك عشان يخلونك تسكتين. عاد انا عنيده اعاند، انا يسوي شيء معي زياده ازيد. بس هذا بس لكن في ناس ثانيه لا، يعني تضعف من هالاسلوب. بعدين احنا لا نفكر بس بالسياسه، في مواطنين قاعدين يتعرضون لمشاكل كثيره، بنات تي تلاقي صورها صار فيها خلاف مع اي حد، يركبون صورها على اجسام خلائيه، زين هذه مو من حقها تاخذ حقها؟ ما يصير. شنو اللي يصير؟ اللي يصير ان القضايا اغلبها تنحفظ لان ما في قانون ينظم. فهذا القانون احنا بحاجه ماسه له، لان هذا القانون يحمي المواطن. بعدين القانون فيه مواد وايد، في يعني تقسيم الاموال. يعني المطالب النيابيه لاقرار هذه التشريعات. اي نعم. انا معاك، انا بس لان إيه لا أنا لأن اكبر قدر يعني لان هو لان تبي تعرف قاعد تحس في قانون. شوفي القانون، قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه، في مواد تتكلم عن مكافحه عن اللي قاعدين يفتحون موقع الكتروني. نعم. للارهاب، لتعزيز الارهاب. الارهاب شنو؟ اني انا اشجع امارس عمليه، يا اما انشر الذعر والخوف عند الناس، انشر الفوضى والدمار، اسوي عمليات تفجيريه مثل اللي حصل، اموت اشخاص مدنيين ما لهم ذنب لاهداف سياسيه، اهداف اطماع، لاهداف دينيه متطرفه. طبعا في مواد ثانيه تتكلم عن غسيل الاموال في مكافحه الجرائم الالكترونيه، في مواد وايد فيها. ليش التركيز على قمع الحريات؟ انا ماني عارفه. طيب يعني لما تشوفين هذا الاستهداف اللي يعني كان في دولة الكويت بلد الإنسانية ومركز الإنسانية، شلون تشوفينه من الناحية الأمنية والمقصد من هذا الاستهداف؟ المقصد من هذا الاستهداف، الاستهداف دولتنا،
احنا الكويت طبعا دولة مستقرة تعتبر، عندنا ديمقراطية. الكويت لها أطماع إقليمية، هم لا تنسين ان احنا في عندنا نفط، يعني هذه الأمور كلها في وايد أسباب أكيد لها أهداف ان يمسكوا ياخذون الكويت ويصير عليها فوضى. بس هو مو بس الكويت، هو هم الإسلام بشكل عام، والدليل ان شوف الدول العربية اللي حوالينا شلون كلها استهدفت وقاعد يصير فيها كلها مشاكل. طيب أنا لما أزعزع هذا الأمن وأبث الذعر في المجتمعات والشعوب من خلال هذه التفجيرات، شلون ممكن الكويت بشكل خاص اللي يعني تم استهدافها أن تسهم في يعني مكافحة التطرف والإرهاب العالمي، خاصة إحنا مثل ما ذكرتي أن كذا قارة تم استهدافها؟ أي هو طبعا تنظيم يعني واضح منظم، عملية منظمة، هي مو عملية سنة وشيعة. عشان كذي يعني اتمنى من وايد ناس لما كل واحد يصور انا سني مع صديقي الشيعي، ترى انت قاعد تقسم المجتمع كذي، هذا غلط. هي المساله اساسا مو سنه وشيعه، هم قاعدين يحاولون يظهرونها بصوره ان السالفه سنه وشيعه، بس هي لا مو سنه وشيعه، هي لها اهداف خبيثه. الدوله نفسها مستهدفه، في اطماع اقليميه على البلد مثل ما قلت لك، وهذا اللي لازم احنا نحسب حساب. احنا نقول احنا كويتيين، اذا تبي تتكلم او اي احد يبي يتكلم يقول احنا كويتيين، ما له داعي. انا في قانون الطالبين فيه يعني لحمايه الكويتيين من التطرف او العقول اللي يتم تدريبها على يعني حب التطرف او الافكار الارهابيه. هو هذا هو قانون مكافحه الارهاب وتجريم الارهاب نفسه، هو بحد ذاته اكيد راح يحمينا. حاليا مثل ما قلت لك احنا على قانون الجزاء، يعني العمليه اللي حصلت راح يكون فيها قتل عمد يعتبر، والشروع في قتل عمد بالنسبة للشهداء، الشروع في القتل بالنسبة للمصابين طبعا يعتبرون شركاء بالجريمة اللي ساعدها واللي جاب السيارة، فهو يعني لها وايد أحداث. حتى بالنسبة لقانون المفرقعات يعني عقوبته تقريبا الإعدام والحبس، هذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون، لكن لما يكون عندنا قانون متخصص لمكافحة الإرهاب، هذا راح يريح جهات التحقيق والاختصاص والمحامين والقضاة، يكون في نصوص واضحة تقدرين تشتغلين عليها، وحتى المواطن يكون عارف حقوقه وواجباته. نعم، احنا يعني تقريبا وصلنا الى الوقت قبل الاخير، ولكن يعني سؤال على السريع، يعني الادانات من الدول العربيه ويعني بشتى انحاء العالم والمجتمع الدولي للكويت في مثل هذا الحادث الارهابي، شلون تقيمونه برايكم؟ ابدا انا مع المهندسه منار. طبعا انا هني ابدي رايي كمواطنه، يعني نعم. بغض النظر شنو اختصاصي، اللي قاعد أشوفه من ردود أفعال أنا قاعدة أتابعها في الخارج، التقارير اللي تنشر باللغة الأجنبية تهمني وايد، لأن هي اللي نستخدمها للتبادل وإن احنا نحكي شنو اللي حصل لأصدقائنا اللي هم الغير ناطقين باللغة العربية. قاعد أشوف كل التقارير الحمد لله كلها تشيد وإيجابية ب تماسك الشعب الكويتي، لو يعني لو بحث بسيط بس على كل وسائل الإعلام العالمية راح تلاقون بأن كل التقارير اللي طلعت معظمها، يعني إلا الأشياء اللي فاتتني يعني، لكن الأساسية كوسائل إعلام كلها كانت إيجابية وتشيد بالدولة، وهذا شيء طبعا أو بالمجتمع بأفراد المجتمع، لأن في النهاية الموقف كان موقف أبناء هذا الوطن. نعم. أعطت صورة إيجابية للخارج اللي كان يهمني بشكل كبير، لأن يعني للأسف في أمور إحنا مشغولين فيها مع نفسنا وما إحنا منتبهين لها، يعني مثلا في أفريقيا في حوادث قاعد تصير بشكل يومي الحين صار لها تقريبا سنة ونص، قاعد تشوه للأسف صورة الدين الإسلامي. الدين الإسلامي نعم. اللي هو من خلال الحركة الأخرى اللي مرتبطة، أنا ماني مختصة في نعم. الحركات الإرهابية، ولكن في عندنا مثلا اللي دائما توصلني عليهم استفسارات أصدقاء لنا من أفريقيا، صار لنا سنوات نشتغل مع بعض، نحاول دائما نحن نعطي صورة سمحة عن ديننا، شلون المرأة قاعد تتعلم تشتغل تدرس تنجح، لكن بالسنة اللي فاتت والسنة هذه
صار في مثل ما نقول يعني هزة لصورة الدين الإسلامي من خلال الحركة اللي ظهرت هناك اللي هي حركة بوكو حرام. نعم. وايد ناس للأسف يعني هذه من الشغلات اللي كنت أنا يضيق خلقي لما أشوف شلون إحنا مشغولين في وسائل التواصل الاجتماعي في نقاشات ما هي في صميم اهتماماتنا وأولوياتنا المفروض مثل ما أنا أشوفها، في المقابل قاعد يتم تشويه صورتنا في الخارج من خلال هذه الوسائل. فأنا أرى بأن هي أداة، أكرر، هي أداة يحدد فائدتها من عدمها طريقة استخدامنا لها. فإذا احنا كنا فعلا يهمنا صورة ديننا مثل ما احنا الحين قاعد نشوف وتماسكنا ووحدتنا وإعطاء صورة إيجابية، إن احنا نستغل هذه الأدوات، أدوات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام لإيضاح أو لإعطاء صورة إيجابية عن قيمنا وعن تسامحنا. نعم أستاذة أريج، يعني هم عندي سؤال بفخر. أنا سؤال يعني حقك، مجلس جامعة الدول العربية أكد التضامن الكامل مع دولة الكويت في مواجهة الإرهاب، دلالات هذا التضامن؟ طبعا أنا يعني بالنسبة لي أول شيء يعني ردة فعل الدول وردة فعل حتى الأشخاص الغير كويتيين بالنسبة لوضع الكويت وشلون كلهم أدانوا وشلون فخورين باللي صار، هذا بحد ذاته يعطيني شعور بالفخر أني كويتية ومن الكويت. دولتنا ما شاء الله رغم أنها صغيرة بالحجم لكن لها تأثير قوي على مستوى العالم. طبعا اكيد هم لما يدينون هذا إدانة للارهاب، لان مثل ما قلت لك هي عمليه منظمه، هي سالفه مو سنه وشيعة. نعم. فهذه العمليه لها اثار وايد حلوه للمواطن الكويتي كله بشكل عام. نزله الامير الله يعطيه الصحه والعافيه خلال بعد نص ساعه، هذه بحد ذاتها حركت ترى العالم كله، حركت المواطنين طبعا وايد وايد اثر تعاطفوا فيها وعطت دروس. هذا التضامن كله أنا أشوفه بسبب الدروس اللي عطاها الشعب الكويتي للعالم، دروس بالوحدة الوطنية، وهذا شيء يعني مو سهل إن نكون بهالتماسك، والله يديم علينا وإن شاء الله يعني إحنا راح نكون على طول كذي. طيب وقفتهم الحين، هذه الوقفة بحد ذاتها لمن يوقفون مع أهالي الشهداء في العزاء من بدايته لنهايته لمدة 3 أيام، ترى هذا مو شيء شوية، هذا مو شيء شويه، يعني هذا بحد ذاته يعطي قوه للكويت ويعطي قوه للشعب لما يشوف شلون المجلس والحكومه قريبين من الشعب وان احنا كلنا واحد. يعطيكم الف عافيه، مشكورين وايد على حضوركم اليوم، المهندسه منار الحشاش والمحاميه أريج حماده، شكرا جزيلا لكم لتواجدكم اليوم معنا في الاستديو. مشاهدينا احنا معاكم مستمرين في هذه التغطيه والمباشره من تلفزيون دوله الكويت وتغطيه مراسم العزاء لشهداء مسجد الامام الصادق. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.